السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي معنا تولز بتحول ملف نفس ووركس لملف ريفيت. زي ما احنا عارفين ان صعب جدا تحول نفس ووركس لريفيت، مفيش اي امتداد بينهم، يعني مينفعش مثلا تحولوا الامتداد يفهموا الريفيت. يعني حتى بنحول مثلا دي اكس اف، فالدي اكس اف بيدخل ككتلة واحدة، مفيش حاجة تدخل بحيث ان انت تقدر تتعامل معاه. فهنا التولز ديت بتقدر تخليك تقدر تدخل النفس ووركس، تدخله جوه الريفت، تعلم على الجزء اللي انت عايزه وتقول له انا عايز اشوفه جوه الريفت، فيبدا ان هو يوديه لك جوه الريفت. هنا بيسأله عن اليونت، بصراحه المفروض الناس اللي شغاله على اوتوديسك توجد لنا طريقه نحول نفس ووركس لملف ريفت، لان ممكن الملف الاصلي مش موجود معانا، فاحنا محتاجين نرجعه الاصل. طيب الأداة دي ممكن تجربها لمدة شهر أو تشتريها $5 في الشهر. لو أنا محتاجها هشتريها، في الوقت الحالي لا مش محتاجها. برضو نفس الشركة عاملة تولز $5 في الشهر برضو لتحويل النفس ووركس لأوتوكاد. يعني عندي ملف نفس ووركس وعايز أحوله للأوتوكاد، فيبدأ إن هو يودهولي القلب الأوتوكاد بنفس العناصر الموجودة. تمام، فان شاء الله يعني يكون الاداء بتاعك كويس.